بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن وعلم القرآن. خلق
بسم الله الرحمن الرحيم. وجوهك Yeah.
وربنا
بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق الفاتحة جدا في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام وعلى رأنا ورحمة المسلمين جميعا الفاتحة. وهكذا اخوات الإيمان والإسلام عشنا مع مسك الختام وآيات الله البينات الذي تلا علينا فضيلة القارئ الشيخ خميس الزعتري القارئ بإذاعات جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله والمقيم بدمنهور البحيرة. أما الإذاعة والإنارة لصاحبها البشمهندس السمك الحديد وأولاده للأسمدان خطاء. خزنة الفراشة الكبرى لصاحبها الأستاذ محمد حسني بلقاء الشارع الفرنجية. كما قام بواجب الضيافة والخدمات الفندقية الممتازة إدارة المتر نعمان الساوي بالأسمدان خطاب. نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته ويدخله فسيح جناته ويلب له الصبر والسلوان. وكان سعيكم مشكور والسلام عليكم ورحمة الله.